أولا تعليق هذه الجلسة بسبب ما قدمه السيد عماد السائح اليوم، هو بناء على دفوع كانت هي في جلها فنية ولا وليس لها علاقة على العراقيل الأساسية التي يعلمها جميع الليبيين. اليوم قدم لنا مجموعة من الدفوع حول موضوع تزوير في لدى نعم المرشحين، موضوع تزوير شهادات، موضوع تزوير إجراءات، وهذه الأمور كانت في الأساس هي من مناط مهام هذه المفوضية، لأنها كانت يجب عليها إجراء واتخاذ إجراءاتها، بالخصوص لأنها هي الجهة المنظمة والمشرفة والداعمة لتنظيم أي انتخاب في ليبيا. وبالتالي جل ما قدمه اليوم السيد عبد عماد السائح كانت دفوع على حول أن العوائق هي عوائق فنية، مع أنه في السابق أصدرت عديد البيانات وبين أن العملية الانتخابية هي عملية من الناحية الفنية جائزة وممكنة في ليبيا، ولكن هناك قوة قاهرة. بالإضافة أنه تهرب على مفهوم أو توضيح مفهوم القوة القاهرة بمعناها الصريح. نحن يعني نعلم جيدا أن القوة القاهرة في القانون الليبي والقوانين العالمية هي أحداث ظروف استثنائية، ممكن أن تكون حروب، ممكن أن تكون ظواهر طبيعية، ولكن القوة القاهرة التي كان يقصدها هي عكس ما كان نعرفه أو المصطلح المتعارف لدى كل القانونيين في العالم. اليوم حقيقة هذا التعليق أراه من باب الهروب من مسؤولية مشتركة ما بين مجلس النواب والمفوضية. المفوضية هربت بسبب ضغوطات دولية نعلم جيدا أنها أثرت في عملية إخراج القائمة الأساسية، ونعلم جيدا أن هي من جعلت عدم إتمام العملية وإخراج القائمة النهائية. لماذا؟ لأن هذه الدول غير راضية على أسماء بعينها، وسبق وأن تحدثنا فيه وبينا ذلك كرارا ومرارا. وبالتالي هو اليوم أثار أن يكون دفوعه من الناحية الفنية تزوير نعم. وإجراءات مشكوك فيها. نعم سيد عبد الله، إذن مع هذا الهروب كما تفضلت ومع كل هذا التخبط في المشهد السياسي الليبي، أين أصبحت مساعي تحديد موعد جديد للانتخابات، وعلى أي أساس سوف تستكمل الاجتماعات والمباحثات؟ والله أي هو الحقيقة والواضح والتحليل المنطقي والواقعي بعيدا عن الأماني. نحن كلنا في ليبيا نتمنى أن تكون هناك انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، وبالعكس نحن نأمل أن تكون هناك انتخابات رئاسية، لأن نعلم جيدا أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات رئاسية تصدر من الشعب بانتخاب رئيس من أول ما تأسست ليبيا وسميت ليبيا كدولة. لكن للأسف الواقع يبين لنا أن هذه الانتخابات لن تحدث حتى في التاريخ المقترح. العراقيل ما زال قائمة، والضغوطات الدولية غير راضية على القائمة، وبالتالي لا يمكن إجراء هذه الانتخابات. كما إن مجلس النواب ومجلس الدولة الآن عاد الوئام فيما بينهم وأصبحوا يتناغموا لخارطة طريق تمدد من أعمارهم، وكذلك تستخرج لنا حكومة جديدة تنهي حكومة عبد الحميد دبيبة، وستكون لمدة لا تتجاوز السنة. وبالتالي بالعقل والواقع أن هذين الجسمين سيساعدان على ما قدمته المفوضية من تأجيل الانتخابات، وممكن بالضغط الشعبي الذي نراه بين حين وآخر في ليبيا ممكن أن نرى انتخابات برلمانية، ولكن لن تكون في الموعد المقترح 24 يناير، ممكن أن نراها في منتصف شهر يونيو، ولكن لا يمكن أن نرى انتخابات رئاسية لوجود مجموعة من الأسماء غير مرضي عنها من دول بعينه. طيب ما دور الأمم المتحدة في هذا المشهد، خاصة مع تشديد ستيفاني ويليامز على الإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات؟ البعثة الشريك أصيل، لأنها هي العراب. ستيفاني ويليامز هي عراب هذا التاريخ. الليبيين لم يختاروا 24 ديسمبر، ولكن التفوا حول هذا التاريخ لأنهم سئموا هذه الأجسام الموجودة أمام وجوهنا والتي أسكمت أناف جميع الشعب برائحتهم النتنة والذين لم يقدموا لنا شيئا. ولكن الآن نرى أن البعثة تقوم بمنافس الهوى الذي يسعى إليه مجلس الدولة ومجلس النواب، وهي من تريد إعطاء خارطة طريق لتغيير حكومة واستدامة الوضع على ما هو عليه. نعم، السيد عبد الله ديباني كنت معنا من البيضاء، الباحث القانوني والمهتم بالشأن السياسي الليبي، أشكرك جزيل الشكر لكل هذه الإيضاحات.